الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا التواصل مستمر وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تجمع انطلاقة سن الإذاع في هذا المساء وشعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في ختام أمسيات السباق المحلي الرابع في مرحلته الأولى الخاصة بسن الصغار. نسير مشاهدين الكرام مع شوطنا الحادي عشر الخاص بالإذاعة البكار، مسافتنا هي 5 كيلومترات. مباشرة نسير مع هذه الأسماء ونسير مع هذه الشعارات، بداية مع المركز الأول، شعاري هجر المرقاب، من يقدم لنا اندفاع الثقة؟ حمد بن علي بن حلفان، من يقدم لنا ثقة في هذه اللحظات؟ بينما نتابع المركز الثاني، تصل هنا شمس لهجن أم الزبار، حمد بن سالم بن زاهرة، من يقدم لنا شمس مع ثاني التحديات؟ المركز الثالث، وصول من اشتباك لهجن أم الزبار بقيادة ناصر بن حمد الشهواني، من يقدم لنا اشتباك؟ نتابع وناخذ المركز الرابع، وصول وتقدم من الغارية لهجن أم الزبار بقيادة أيضا ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. والمركز الخامس، وصول وتقدم من تهديد لهجن الشحانية، يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا تهديد مع المركز الخامس، مع اللي نختم معها النداء هنا في نداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. مشاهدين الكرام، هكذا كان النداء الأول للخمسة المراكز الأولى في هذه الانطلاقة المميزة في هذه الأمسية التراثية الجميلة، إحدى أمسيات ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن السباق المحلي الرابع في انطلاقات سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع. عودة هناك مع البداية مع المركز الأول، نعود مع الصدارة والبداية، أول الأسماء من الجانب الآخر اللي تسللت هنا في هذه اللحظات، اشتباك بشعار هجن أم الزبار، ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يقدم لنا اشتباك، اللي أيضا انتقلت انتقال مباشرة نحو صدارة هذا الشوط لتقود هذه الأسماء وتقود هذه التحديات المميزة والجميلة. نتابع ثاني التحديات، الوصول من شمس لهجن أم الزبار، حمد بن سالم بن زاهرة من يقدم لنا شمس مع المركز الثاني. ثالث المراكز، هجن المرقاب تقدم لنا أحد الأسماء المميزة، تقدم لنا ثقة بشعارها المميز، نعم تسير بثقة الكبار، يضمرها المبدع حمد بن علي بن حلفان. نتابع المركز الرابع، من تصل في هذه اللحظات الغارية بشعار هجن أم الزبار، يضمرها ناصر بن حمد الشهواني من يقدم لنا الغارية مع المركز الرابع والمركز الخامس. نتابع الوصول مشاهدينا الكرام، المركز الخامس مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل، تصل هنا تهديد بشعار هجن الشحانية، يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا هي الأسماء، شوفوا الأسماء اللي خلف الخمسة المراكز الأولى في الكادر السفلي من قناة الريان، أسماء كبيرة وشعارات أيضا تشارك في هذا الانطلاق المميز والجميل. يا سلام، عدسة قناة الريان الفضائية تركز هناك على عمق الميدان وما يدور هناك من تحركات واندفاعات مميزة، لكن نعود هنا مع الرباعية المميزة مع البداية وسكان المقدمة مع المركز الأول. نتابع اشتباك تقود الأسماء والتحديات الأولى بشعار هجن أم الزبار، ناصر بن حمد الشهواني من يتابع هذه الاندفاعة، من يتابع انطلاقة اشتباك مع المركز الأول وصدارة الشوط، ثقة مع المركز الثاني بشعار هجن المرقاب، حمد بن علي بن حلفان من يتابع لنا ثقة مع المركز الثاني والمركز الثالث. تصل هنا شمس بشعار هجن أم الزبار، حمد بن سالم بن زاهرة من يقدم لنا شمس مع المركز الثالث المركز الرابع. نتابع هنا الغارية لهجن أم الزبار، ناصر بن حمد الشهواني بدأ يدفع لنا أيضا بالغارية في هذا المسار لتعزز موقف هناك اشتباك مع المركز الأول. نتابع المركز الخامس اللي واصل في هذه اللحظات، وصلت مشاهدين الكرام وتقدمت هنا أيضا رمية لهجن الشحانية،
الشعبية المشاغف في التضمير محمد بن خالد العطية بدأ يقدم لنا رمية في مسار وتحديات هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام نعود مع الصدارة مع المركز الأول مع الرباعية المميزة مشهد ولا أجمل هنا في الكادر العلوي من قناة الريان الفضائية. هنا من تتابع لنا هذه الأصايل، من تتابع لنا شعارات هذه المؤسسات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط في هذه الأمسية الجميلة، أمسية سن الإذاع سن الإبداع والإمتاع بشعارات هجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا الانطلاق المميز البداية وصدارة الشوط. القيادة هنا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل من تقود الأسماء. هنا اشتباك لهجن أم الزبار ناصر بن حمد الشهواني من يقدم لنا اشتباك مع المركز الأول وصدارة الشوط، بينما المركز الثاني نتابع الغارية لهجن أم الزبار أيضا يضمرها ناصر بن حمد الشهواني. والمركز الثالث ثقة بشعار هجن المرقاب حمد بن علي بن حلفان من يتابع لنا ثقة. المركز الرابع شمس لهجن أم الزبار حمد بن سالم بن زاهرة في عملية التضمير وصلت أحد الأسماء الجديدة لتنضم إلى دائرة الخمسة المراكز الأولى. تصل أم الزبار لهجن أم الزبار يضمرها عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري من يقدم لنا اندفاعة أم الزبار في هذه الاندفاعة المميزة والجميلة. يا سلام الأجواء الأخيرة أجواء الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير، ولكن هجن المرقاب خطيرة في هذا الشوط تقدم لنا ثقة تقدم لنا تحدياتها المميزة تدفع لنا بأحد أوراقها الرابحة في مسار وتحدياتي هذا الشوط. مشاهدينا متابعين الكرام يا سلام ثقة هنا بدأت تسير بثقة الكبار بدأت تنطلق في هذه الاندفاعة المميزة والجميلة في شوط ما قبل شوط الختام في هذه الأمسية الجميلة. هنا نتابع شعار هجن المرقاب يقدم لنا ثقة بتحديات مميزة وجميلة، بينما أتابع المركز الثاني هنا الغارية لهجن أم الزبار ناصر بن حمد الشهواني من يتابع لنا الغارية، بينما الوصول هنا من تصل اشتباك لهجن أم الزبار ناصر بن حمد الشهواني القدوم والوصول من أم الزبار لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، ولكن ثقة مع البداية ثقة مع المركز الأول يبدو لي بدون أوامر عصاها في الأبطان راك دوامنا، ولكن يا المبدع روح وصلوك الجماعة هنا الله يا سلام، ولكن ثقة ثقة تسير بثقة الكبار تخطف ناموس هذا الشوط. سلام هجن المرقاب سلام سلام للمبدع حمد بن علي بن حلفان تهانينا وناموس لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر على هذا الفوز والانتصار، وتهنية للمبدع حمد بن علي بن حلفان تهانينا على هذا الفوز والانتصار. صار ثقة تخطف ناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصلت أم الزبار لهجن أم الزبار يضمرها عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. والمركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام مخيفة تصل أيضا بشعار هجن الشحاني يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع كان الوصول من الغارية لهجن أم الزبار بقيادة ناصر بن حمد الشهواني، وخامسا كان الوصول ايضا مشاهدينا الكرام من اشتباك لهجن ام الزبار مع ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. تابعنا هذا الشوط مشاهدينا الكرام، ولكن فازت ثقه بناموس هذا الشوط. 7:41 اربع اجزاء من الثانيه تهانين وناموس لهجن المرقاب، والتهنئه لحمد بن علي بن حلفان. بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام ام الزبار 7:41 62 جزءا من الثانيه تهانينا وناموس لهجن أم الزبار والتهني لعبد الله بن علي بن سلام الهاجري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من مخيفة توقيتها الزمني 7:44 78 جزء من الثاني تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهنئة للمشاغب محمد بن خالد العطري.